أتمنى أنكم تكونوا درتوا زيارة وشفتوا أنه كيف استقبل الساكنة سفح الجبال، كيف استقبلت تلك التهيئة. يعني حاجة تثلج الصدر، لأنه بدات هذوك الأحياء فما تترجع فيها شروط ديال الأحياء قابلة للسكن. اللي مشى غادي يلقى الوليدات كيلعبوا فوق البافي، لي بيسيكليت، الناس كتلعب كره، يعني والناس حيدوا من ديك الغبره وداك الظلام، وبدات كيبان بانه الطرقات وهناك مخطط للتهيئه. هو سي فغي هذاك، هذه بدايه، هناك بعض الاشكاليات الاخرى التي سوف يتم معالجتها مع الوقت، بحال اللي قالوا الاخوان، بعض المساكن اللي موجوده في اماكن اللي نورمالمون تعرض حياتهم للخطر، هذوك غادي نلقاو لهم الحلول ديالهم. حنا في اطار التهيئه الاولى تنحلوا واحد 85% 90% ديال المشاكل، ما يبقاو شي وحدين، غادي يجيو مع الوقت ان شاء الله. التفاوتات ما بين هذه المجالات والمنطقه الحضريه، شوف هذا هو السؤال. دابا ديك الاحياء راه غتمشي تلقى التبليط راه بحالو بحال اللي دار في طالبرج، وغتمشي تلقى ليكليراج بحالو اللي دار في طالبرج، غتلقى الملاعب اللي غنديرو بحالهم اللي كاينين في بني زيدون، لن تكون هناك تفاوتات. هذا هو هذا، وهذا الشيء واضح بالارض. راه تمشي تلقى ذاك لو بافي اللي دار تما كومباري مع ذاك اللي دار في طالبرج، واش تلقاه لو ميم؟ لا، اللي كاين مشكل تما هو ما تلقاوش العقار من اجل المساحات الخضراء، وتما مازال ما وصلناش الماء ديال اعاده الاستعمال من اجل المساحات الخضراء. هذاك غادي يجي في مرحلتين ثانيه. ليكليراج اللي دو بون كاليتي غادي داروا الطرقان، راه لاحظتوا التهيئه راه قبابليه ديالتها كبرى، وراه غتشوفوا دوك لي ميغ دو سوتينمون اللي داروا، كيفاش داروا بتحجارت، وكان دار داك الشيء يعني حاجه تشرف. ومن هنا تنشكر الشركات التي تسهر على هذه الاشغال، تنشكر جميع العمال، لانه انا نقول لك راه سي ان ترافاي كي تري 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 كومبليكي، راه سي ميليمتريك، لانه كتلقى بعض المرات الدار هابطه طالعه، ودير ليه الدرجه ودير هذه، يعني سي ان ترافاي اللي هو تري تري بينيبل، سي دو سور ميزور. وكاين هناك مقاربه اخرى اللي مزيانه في هذيك التهيئه، وهو انه ممثلين ديال الساكنه يحضرون في الاجتماعات ديال لي غينيون دو شونتي، تحضر غينيون شونتي مع المهندس والشركه، وتؤخذ جميع ملاحظاتهم وكتلقى لهم الحلول. وكاين تما واحد تنقولوا واحد نمط جديد لنا ان نفتخر به جميعا. شكرا.